أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر في الأسبوع الثالث من دروس التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستتعرف على علامات الوقف وأيضا مفهوم التملك وتوضح أسباب التملك. علامات وقف التلاوة: وقوف قارئ القرآن الكريم على مواضع علامات وقف التلاوة يؤدي إلى تمام المعنى القرآني. الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. للسير على الطريق إشارات، وللقرآن الكريم كذلك إشارات وعلامات مهمة تساعد القارئ على تلاوته وترتيله بصورة صحيحة وتجنبه الوقوع في أخطاء التلاوة وتعطي المعنى الصحيح للآيات. مفهوم علامات وقف التلاوة عزيزي الطالب هي رموز توضح بعض الكلمات القرآن الكريم ليتسنى للقارئ معرفة مواضع الوصل والوقف. من علامات وقف القرآن الكريم: في القرن الثالث الهجري وضع علماء المسلمين علامات، لماذا؟ لتسهيل تلاوة القرآن الكريم، سميت بعلامات الوقف، وهي ذات أهمية كبيرة في تسهيل القراءة وفهم الآيات. من أهم هذه العلامات علامة الوقف الجائر، أيضا علامة الوصل الجائر مع كون الوقف الأولي، علامة الوقف اللازم، وعلامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف القارئ على أحد المواضع فلا يصح أن يقف على الآخر، أيضا علامة الوقف الجائر. بعض علامات الضبط في المصحف ودلالاته: وضع علامة فوق حرف علة يدل على زيادة ذلك الحرف فلا ينطق به في الوصل ولا في الوقف. وضع علامة السكون فوق ألف بعدها حرف متحرك يدل على ثبوتها وقفا وسقوطا وصلا. أيضا وضع رأس حاء صغيرة فوق أي حرف يدل على سكون ذلك الحرف على أنه مظهر. وضع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية من التنوين أو فوق النون الساكنة بدل السكون قبل حرف الباء يدل على قلب التنوين أو النون. حق التملك: أقر الإسلام حق التملك وأباح الإنسان التصرف فيما يملك وفق ضوابط تحفظ مصلحته ومصلحة المجتمع. بعد اتساع المجتمع الإسلامي في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، أراد توسعة المسجد النبوي بضم بعض البيوت المجاورة ومنها بيت العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن العباس رفض قرار الخليفة فرفع الأمر إلى القاضي فحكم العباس، ثم تبرع العباس ببيته ابتغاء الثواب من الله تعالى. مفهوم حق التملك هي قدرة الإنسان على حيازة الأموال والتصرف بها ضمن حدود الشرع والقانون. أما الحق هو ما يجب أن يتمتع به كل إنسان ولا يجوز إلغاؤه أو انتقاصه كحق الحياة وحق التعليم وحق التمليك. حق التملك عزيزي الطالب والحكمة من مشروعيته: أقر الإسلام مبدأ حق التملك للإنسان ووضع من التشريعات ما يحفظه ويحميه. وفي السنة النبوية الشريفة نصوص كثيرة تدل على أن حق التملك مباح، ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. وهذا ينسجم مع الفطرة وخصائص الإنسانية والحرية مما يدفع العمل والسعي لإعمار الأرض. أما أسباب التملك عزيزي الطالب، للتملك في الشريعة الإسلامية أسباب، وهي البيع، الوصية، الإرث، العمل، والهبة. أما الأحكام الشرعية التي تنظم حق الإنسان في التملك: لا يجوز تملك ما حرمه الله تعالى، أيضا لا يجوز التملك إلا بالوسائل المشروعة كالبيع والهبة، فلا يباح التملك بالربا أو السرقة أو الاحتكار أو الاستغلال. يحرم الاعتداء على ممتلكات الآخرين بالنهب أو التخريب، لذا وضع الإسلام العقوبات الرادعة لمن اعتدى عليها. لا يجوز لفاقد الأهلية كالمجنون والصغير غير المميز أن يتصرف بممتلكاته، لأن ذلك قد يضر بمصلحته الأهلية. صفات يحددها الشرع تجعل الشخص صالحا للتمتع بالحقوق ومباشرة بالتصرف، وشرط الأهلية البلوغ والعقل. قيود التملك: للإنسان حرية التصرف فيما يملك ضمن الضوابط الشرعية، وهي استخدام ممتلكات ضمن حدود الشرع، فليس لصاحب المال أن يوصي لغير الوارث. أيضا استخدام ممتلكات بما لا يتعارض مع المصلحة العامة، فلا يجوز للفرد مثلا أن يقود سيارته بتهور ويقطع بها الإشارة الحرة.
شاكرة لكم أعزائي الطلاب، حسن سماعكم وتعاونكم.